ناخذ الشيف معكم ابو حجاج. جالس الان يعطينا مقارنات خفيه بدون اي توضيح يا شيف. ابو حجاج ترك بجن الجنوب الطبق الاول ايش تحس فيه والطبق الثاني بدون اي توضيح. ابو حجاج الطبق الاول معلش سوري هو كويس بس ناقصه بعض التوابل. ناقصه توابل وبس يعني التوليفة كويسة والفكرة أحسن. ناقصكوا حاجات بسيطة شوية توابل وهيبقى ممتاز. الطبق الثاني توابله مظبوطة وفي شمخة يعني في إحساس بالتذوق اللي انت بتاكله يعني عايز تاكل منه تاني. ف ده الفرق. فطبعا عطنا بس اليمين ولا واضح يستاهل عطنا يا شيف اكتب لنا. طيب كل واحد ياخذ طبخته بسرعة يقوموا. جميلة هذا انت ممتازين والله. هذه طبختكم وهذه طبختكم انتم. يلا كولوا.